جماعه كاينين جماعه مشاو في هذه المعركه يعني دخلوا في هذه المعركه بصدور عاريه بالاسم واللقب والصوره بصدور عاريه دخلوا زيد وجهه وداخل في معركه المخزني يشوفينا الموساد يشوفينا وانتم داخلين بصدور عاريه وما بغيتوش المخزن والموساد يشوفوا فيكم غطوا صدوركم الزملاء غطوا صدوركم ودابا وانت ما كتشوفوا واحد داخل بصدر عاري نقول لك علاش كيشوفوا فيا المخزن والموساد غطيو ستروا صدوركم راك قلنا لكم ما عندكمش لي زارغومون ما تجيوش تقاتلوا على واحد القضيه ما كتعنيكمش انت مراقب الصقار بقى مراقب راقب بلع فمك وسكت تفرج سدها بلعها ما عندك حق ما عندك حجة ما عندك إثبات ما عندك ملكية وجاي داخل بصنطيحتك وصدور عارية وما بغيتيش المخزن والموساد يتفرجوا في صدرك العاري استرهاك واسترتيه ما غيتفرجوش فيه زملاء وبصدور عارية فين بغيتو الدنيا كامل تشوفينا كاين عصابات راهي تتربص ممكن واحد هو قادر يكون يمشي في الخارج عصابات تتربص شكون هاد العصابات عمي بوشة وابن الجنينان عصابات واش عمي بوشة وابن الجنينان هما العصابات تتربص بكم شكون عمي عبيقة سوسن هو العصابات عمي عبيقة الإبيري شكون هما العصابات شكون هاد العصابات فين هما العصابات التي تتربص بكم انتما أبغنوص رئيس العصابة هذاك العصابة تتربصوا في الخارج ولا قادر يعني سيارة تضربه وتتقلبه وراح شن هنا وراح هاي مسكين كيدار سيارة تضربه وتقلبه وهو زميل بصدرين عارين وكيتخبى في الطوموبيل ويهدر تجي طوموبيله تقلبه مسكين تقلبه هو وطمع درو ما كيخرجش من الطوموبيل ولك اكسيدون ويغتالك اغتيال يعني اي الناس راهي مقدمة تضحيات وتضحيات كبيرة احنا ما نجمش نقولوا باللي يعطوا لهم المكافآت ولا يعطوا لهم الجوائز ولا بصح كاين حاجة يسموها الدعم المعنوي على الأقل يكون كاين دعم معنوي انتوما ما تعطيوهمش الدعم المادي عطيوهم الدعم المعنوي عطيوهم المعنويات وما باغيش الدعم المادي هو باغي غير تعرضوه ويجلس مسكين وياكل شطيط حجاج وشطيط حلحم وبوسولات مسو وسكران طايح في دروج صافي ما بغاش تعطيو زعما تعطيو فلوس شيك انفلوب بغا غير الدعم المعنوي غير تجلسوا معاكم ديوه معاكم مسكين اش مخليينو ديوه نقص حنان ديوه راه جاي بصدرين عارين غير ديوه زميل بصدرين عارين ديوه ناوي تكونش كيما هكذا الامور تترك هكذاك سايبه قال هكذا خليكم والله انا اليوم كي قاعد نشوف الناس كيفاش تتفاعل اهلا سيوا الناس وجوها قلوبها كاينة واحد الممارسة امبراطور احنا بلادنا هذه نحبوها نموتوا عليها حبوها كيحب بلادو دخل هو والزملاء ديالو بصدر عار في المعركة نحبوها نموتوا عليها ولولا حبنا لهذا الوطن ولهذا البلاد علاه ندخلوا في معركة كيما هذه اصلا ضد هما ما يعجبكم هو جايبوا الفلوس ولا جايبوا الحنان هو جايبوا حب الوطن حب الوطن والمواطنين هو اللي مدخلو في هاد المعركة المهرجان هذا كلشي على المهرجان اللي ما عرضوش ليه مخزن والمخزن واقف وراه الموساد وباسمائنا وبالقابنا وبوجوهنا وبصفاتنا المخزن عنده اسماءهم هو والموساد مقيبوني في المخزن مقيدو هو والموساد وبونيف راه حنا راه انا اللي مقابش حتى واحد ما بقى كيعقل عليك من غيري هاد الساعه انا اللي ملاهيه بك واحد شويه انا وتلقينا واحد كيما انا تلقيت حتى رسائل تاع تهديد ورسائل تهديد ووعيد يعني هذا شكون هاد المسالي قبو اللي غيهددك تخيل واحد يخسر مستقبله ويدخل الحبس على طاطا الجيه تحياتي لبنات الثانويه العسكريه الملكيه لإفران تحيه ويلي على إفران حاضره معنا هنا تحياتي الناس إفران وتحياتي لبنات المملكه
العز لكم. ويلي ويلي يا جدك على المملكة. ومن إفران هذه حاجة يعني لا قولوا لي شكون هذا اللي مستعد أنه يخسر مستقباله ويوسخ يده في بونيف؟ ركتكم العالمية، رحنا وصلنا لإفران. شكرا نور أطلس على الاشتراك. يقولها غير الفم، يقولها غير الفم، يقولها يعني ما بس عمامي تتحط في مكاني هذا ستشعر باللي الرشيد هو. لا هو كان كيشكر في دومير فرحان حيت دومير مشى، ولكن كان بغى يديه هو يهضر على المرأة بلاصت اش كيقولوا لها بلاصت هذيك اش كي اش سميتها هذيك نوريه ولا ما عرفتش كيقولوا لها، كان باغي يهضر بلاصتها. وعليكم السلام. كاينه حاجه ثقيله 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 بزاف على ظهرك، مش حاجه سهله، مش امر سهل، ماهوش سبه. لا عقله قال والله غير نفتح انا الكاميرا تاع الهاتف ونقولهم كاع. لا الموضوع مش كي معاك. لما واحد كيما محمد دومير الان راه موجود في نيويورك، دومير موجود في نيويورك، زيد حضر لمداخله عند اللجنه الرابعه للجمعيه العامه للامم المتحده، وراح يقدم ادله لاول مره يتم تقديمها لهذه اللجنه يؤكد فيها ان الصحراء الغربيه كانت بلدا مستقلا عن المغرب منذ ازل التاريخ، ومدير معه وثائق راني نقول لكم لاول مره وثائق لابو سبع متايق وعايش اللحظه داير لهم وثائق كاتب فيها مملكه مراكش وسلاطين مراكش، تلفهم بقاو كيقلبوا فين جات هاد السلاطين مراكش وما كيعرفوا المملكه المغربيه. بر على الوثائق وسدوا لي المايك وهبطوه من الكاس. رايحه تتقدم يعني اذا بان لكم باللي هذه حاجه عاديه ملا انا نشوف فيها امر غير عادي. هذا الانسان راه يضرب في مخطط يحارب او الحق درجه الحق كيما نقولوا احنا الاستاج الوحش. هدري على زريمتك وتشريد 5000 عائلة في لولي كون شتي كون هضرتو على تقابيكم كل واحد فيكم هضر على تقبسو ما غنجبدوكمش، نتوما كتجبدونا حنا كنردو عليكم. واخا نهار تبقاو تديوها في تقابيكم وكل واحد فيكم يهضر على تقبسو اللي كاع راه واللي مقصحاه والله ما باقي نجبدوكم. واخا يلا يلا تاتا تاتا اسي بابوجي. اول حد في ستاج الوحش دوك محمد دومير، والله راه في ستاج الوحش دوك. ولي ولي دومير في ستاج الوحش مشى للامم المتحده. ولي ولي زين راح باسمه وشكله بطوله وبعرضه، راح باسمه وشكله وجه البغريره وبطوله وبعرضه وجه البغريره اللي واخا كيدير الفلتر كيبقاو التقابي باينين وبطوله وبعرضه في والكوستيم والسيلفي زيد ويقدم في وبصفة بالنسبة لبونيف ولي ولي الزميل دومير طالق زين ودابا حط بونيف ودومير راه بصفة بالنسبة له كيشوفو زين. ستاج الوحش ستاج الوحش سدو له المايك في ملف ثقيل وثقيل جدا لم يسبق أن تقدم أمام الأجماع. راه راح اللجنة تاع تصفية الاستعمار والجماعة بون دومير راه راح اللجنة ديال دابا هما بالنسبة لهم واو راح اللجنة 50 عام أولاد بوت تقبا والناس كتمشي للجنة الرابعة. ماذا استفدتم؟ نرجع نقول لكم حنا مستعمرين، حنا خايبين، حنا باسلين، حنا أشرار واخدين ديك الارض. لما خير فيكم يقرب حنا واعرين ياك، حنا دي بيغات صافي، حنا قطاع طرق، حنا واعرين قطعنا لكم باباكم ديك الارض تقربوا ليها يقطعوا لكم صافي. ما بقى نقاش، ما بقى تحقق الوثائق، ما بقى زمر، احنا واعرين، احنا مستعمرين، حيجي حيدها لنا. واخا جي حيدها لنا الله طردكو كراسيو
المخير فيكم يجي يقرب ليها. هذا هو الاسلوب اللي غيبقى يتهضر معاكم به. قضيه الصحراء سالت. شنو غنستافد انا نقنع الكرغولي انني انسان طيب وانني وان هذيك الارض ديالي؟ لا قنع تصل جد ما عرفت شنو هو ديالو. علاش انا غنقنع الكرغولي بان الصحراء مغربيه؟ علاش غنحرق راسي نبدا مستعمره ديالي خديتها واخدها انا واعر حط عليها يدي والراجل فيكم يقرب. مستعمرين حنايا، حنا سايبين. سكت انت يا ستقبتك، سد قبتك. حنا مستعمرين سايبين، حط شديناها وخديناها وواعرين، وباقي غناخذوا الشرقيه حتى هي بوضع اليد. صافي ولا يا اختي الخرخوريه، وان الصحراء والمراكشي والرحماني. او سالات فيني تولا موسيكا. الراجل فيكم يجي يحررها. لي شيكور مزغرت عليه مو يقرب للصحراء يحررها. يالله بانو جيم اوفر. والله الا اختي جيم اوفر. قربوا والله الا صافي. ما مستعمر اسيدي. انا مستعمر، انا صليب، انا قبيح، انا نظام توسعي. خبطوا راسكم مع بعض الحيوط، اللي ما عجبوش بعض ديال الحيوط يغطس راسو في الارض بحال النعامه. يلا قربوا. لجنة حصرية الاستعمار يقدم في وثائق لأول مرة يتم تقديمها. ومن بعد تقولي هذا الإنسان ما تخافش عليه. هذا الإنسان بلاتي غندير واحد الموسيقى حزينة باش نقرا هذا التعليق. زارعين فيها البصلة، زارعين فيها اللفت، ها؟ زارعين فيها شنو زارعين فيك ديك 20%؟ كيقدروا يقربوا ليها. شكون اللي قال لك تحت سيطرة البوليس؟ راه ديك منطقة هزيلة ماشي مخرخرة. المخرخرة ما كاينش اللي مخرخر من غير حياتك. دابا غيقول لي هذيك 20% واش كيزرعوا فيها البصلة ولا اللفت؟ واش هذيك النسبة ديال 20% كيزرعوا فيها البصلة ولا اللفت؟ واش كيقدروا يجلسوا فيها؟ واش كيقدروا يقربوا ليها؟ واش عندهم الركابي وصلوا ليها؟ لا خويا ما شو المهم ما عرفتش سميه شنو ادم. والله ما فيها تا خيمه، ما فيها تا سميتها بالنعمان، شي وحده بالنعمان وحده كدور تماك ما كاينش بلاتي. دي شارجة التليفون. نجيب شارجة الاخر. الله وين راحت السيجارة؟ طفيتها في بشوني يما شطر وانا حرام. بانت لي امك متاحه طفيتها فيها، كاين شي مشكل؟ يلاه ناري لطيف. ولا ناري وما مش بغاو. شنو الجواب اللي غنجاوبهم من غير هادي؟ هما كيقلبوا على هاد البركاني. ولاي لا حول ولا قوة إلا بالله. ما قلت والو غير شكرتهم على المشاهدة.
الشيطان الرجيم يا ربي. دابا المشكله انا مريضه، انا مريضه رفقت، قلت لهم شوفوا الناس انا جيت لهاد اللايف الجديد المتجدد وانا فيا السخانه وضربني البرد والله الا راه دابا راسي طايب. مغربية ريفية كتضحكي. سمحوا لي الخوت والله تا سمحوا لي رشيد اختي. المهم البنات الدراري اللي كاينين هنا سمحوا لي، راه والله الا بعض المرات راه مع المرض مع هذا راه صافي كيتقطعوا الفرانات الغالب الله ما عنديش الخاطر. شكرا ناديه، شكرا نتشما. زيد الانسان ما تخافش عليها، ما تقدرش ما تخافش عليها. واحد قال لي تكلم عليها خوك لا بصح راح تشوفوا في التلفزيون، عليها راك راح تشوفوا في التلفزيون كيما واحد ثم قال لا لا لا, لا تكتبوا على التافهين حتى لا يشتهروا، ودار لي الصوره تاع ترامب ايو دوميرا راح يتكلم خلاص في التلفزيون، راح تشوفوا في السي ان ان، وراح تشوفوا في السي بي سي، وراح تشوفوا في العربيه، وتشوفوا في الجزيره، راح يدير مداخله، راح يتكلم بوني دومير غيدير مداخله في السي ان ان وفي البي بي سي وغتشوفوه. شو 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 العقليه كي دايره زيد يعني انسان كيما هذا مثلا امين من الليط كيف كيف ولا جماعه امين من الليط الزملاء كان العالم كاع مشاها جماعه كي تشوفوا مريح في كوانا ودار لك ميكروفون امين من الليط دار العالم كامل، دار العالم كامل في كرسي زيد كاسكو يتكلم في هذاك 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 غير بقى فيه الحال ما عرضوش المهرجان وهران. ثاني ايضا من الناس اللي روحوا على كفو كريت لا كويت على كادير كويت روحوا على كفو زيد انتم ما تعرفوش بصح انا نعرف التضحيات نتاع هذا الشاب شاب كويت معركه تضحيه كبيره سي محمد، راه الكارير نتاعك دير له فا ايه بونيف من نهار دخل لهاد المعياكه الكارير ديالو دار له فا، ما بقاش يخدم بالكارير ديالو من نهار دخل في هاد البريكول الكارير ما بقاش خدام، حيت ما غيمكنش هو يدافع على الوطن. شكرا رشيد الله يحفظك، يدافع على الوطن ويخدم بالكارير ما انت زعما لا ميس اختي ما لا كلهم نفنافة، هو ضحى بالكارير من اجل الوطن. زيد الوطن ديرلو فان نهايه، شنو هذاك كيطلع الجينيريك تاع فان؟ قال لك هو ملي كيدخل في هاد المشاكل السياسيه كيضحي بالكارير ديالو كيدير له فان نهايه دي اند فيلم يقول لك انت يرا فيها امين من الليط ولا انا رانا فيها خلاص راك خلاص راك 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 لحقت المستوى انت دخلت هذه المعركه، حط في ذهنك باللي الكثير من الاشياء رايحه في المستقبل روح لك ما تعودش في يدك. ملي كتدخل في هذه المعركة كل شيء كيروح لك، كل شيء كيروح. اسكو دوكا اسكو يقدر يحط السي في نتاعو دوكا يخدم في قناة دولية؟ انا نقول لك بصراحة قناة عالمية اسكو دابا امين كويت واش يقدر يحط السي في ديالو في قناة دولية؟ لا، ماشي ما حيت ما عندوش المؤهلات، ماشي حيت جرب قبل وحاول شحال من مرة وما داوهاش فيه، لا، حيت هو كيدافع على الوطن، كيدافع على الوطن. هاي يقولوا له انت عندك خطاب الكراهيه، مصطفى بونيف عنده خطاب، احنا راهم يقولوا لنا فيها، كي تجي تعبان يقول لك عندك خطاب الكراهيه، راك درتي خطاب الكراهيه، راك تدافع على بلادك وراك تمشي مع بلادك، وراك ترد، ما راكش تري راهم يظلموا فيك وراك ترد. راك لازم انا كنت حاب بلاتي واش انا فلتات ليا شي لقطه؟ واش فلت ليا شي لقطه؟ تا رياس واش ما عندك ما يدار؟ سير ضرب لك دوره شوف واش فريده يت الحسن فاتح لايف، سير كبس ليه وهنينا الله يرحم الوالدين، فوتني عليك الله يرضي عليك.
نتوما ماشي موضوعي هاد الساعه، ما داوياش عليكم روايدك. الناس تفهم ما معنى انك تكون في الواجهه وتبان باسمك وصورتك وصفتك وخاصه الايد. بغيت لك حبوبه تريس، غني نطيرك من هنايا حيت طلعتي ليا في راسي. يلا سير سير كبس الفريد، سير كبس العزك فريد. يلا كان عندك عملك وعندك احلامك وعندك طموحاتك، حط في ذهنك باللي علاش راه الموساد راح يفوتها لك. الموساد راح يفوت لك حاجه كيما هذه ما يفوتها لكش. الموساد، الموساد خلى كل شيء وغيقابل امين كويت. شكرا لطيف. غيقابل امين كويت وكدار 31 وطاطا علجيه. الموساد قلبو غادي يخرج. اه الموساد ما كيشومي، ما لقى ما يدير غير قبل كدار وكريب وبونيف. زيد راه في كل مكان مزروعين، الموساد في كل مكان مزروع. يقولوا هذا شكون مليطي، هذا اللي خاوتنا تاع المخزن كان حبس ما شيلوش. قال لك كريط يدفع السيفي. شفت الديفيلي، يدفع السيفي يجي الموساد يقول له شكون هذا كواد ديال خاوتنا المخزن. شو دابا شو العقل، شو الموساد المخزن خاوه فهمتي، زعما خدي خاوتنا المخزن ما تمشيلوش الدوسي. ماشي حيت هو حمار كدار كوليخ. لا، اي فشل فشلو شي كرغولي الموساد الصوص المخزن. ابوي تحبس ديجا، انا الفيسبوك داروني 100 يا جماعه، فيسبوك على بالكم بلي وجال الكنازه ديالو فيسبوك. فيسبوك داروني 100 زيد، ثلاث صفحات تاع فيسبوك عقوهم لي قالوا لي 100 من التحيه ولا غير كيما هكذا يعني غلقوا له قالوا له 100. الله يرحمك. انا راه قلت لك شوف انت نورمالمون فيسبوك كيقول لك الا في حاله ما متيش كل اللي ديكلاري كتعطي الناس اللي كتثق فيهم. انت قلتي عطي مراتك، مراتك طلعتي لها فراسها، انت ماشي راجل، مراتك كي غدير شنو غدير؟ خاصها صافي دارت لك البث التجريبي ديال داكشي اللي غيوقع فيك من بعد الا ما تفكاتش منك، فهمتي؟ خذ شويه ديال التكبيس بارطاج عافاكم. صفحه انا عندي صفحه قديمه من 2008 وانا ننشر فيها وندير فيها البثوث المباشره وننشر ونخدم يا يعني كي قالوا لي على استغلوا الماركه، استغلوا الفضاء هذيك تاع مراته. شوف ما كاينش اللي ضرب لي هذا القالب ديال الوفاه من غير مراته. فات هذيك تاع المية هذيك استغلوها، حطوا لهم شهاده وفاه تبقى على خير. فتحت باجا موراها مشات شويه طلعت وثقتها قالوا لي انت راك ميت، انت راه عندك ميت. دابا هو الباج الاولى سدوها له حيت داروا ديك شهاده الوفاه. جيمس مسكين مشى دار باج وحده اخرى جديده، ايوا دار باج جديده ثاني وخدم عليها واحد شويه وتحمس ومشى دار لها التوثيق. هو تق لاباج، ايوا منين وثقها شنو جاب؟ جاب اوراقو. ملي كيجيب اوراقو شنو؟ بحال تقول فيقهم، هما ما كانوش لاهيين به، هو جا فيقهم قالوا انا بغيت نوثق القناه يا ربكم، انا نوثق القناه. جاو كيقلبوا الوراق قالوا له انت المرحوم، حيدوا ليه تاني القناة الثانية اللي دار قالوا له انت المرحوم، ما يمكنش نوثقوا لك، ما يمكنش نخليو لك القناة، انت متي الله يرحمك. ناري كتجي تحيد هاد صحاب تاع الديات كتلقى راسك خرجتي. زدت عاود فتحت الصفحة الثالثة طلعتها وثقتها، بمجرد ما وثقتها قال لك هذا الشخص راه ميت. الصفحة الثالثة ثاني طلعها وثقها قالوا له ميت الله يرحمك. ثلاثة الصفحات في فيسبوك كيقولوا له انت ميت. ربولي في رأيك انت يعني في تقديرك انت اللي رجعت هذا امر عادي جاك نورمال؟ ماشي نورمال. عجبني حتى الوزير الاتصال تاعنا قالها في اجتماع، قالها ماذا اغتيال؟ هذا اغتيال افتكار.
تخيلوا وزير الثقافه خلى مشاغله كامله وهضر على طاطا علجي وقال لهم هذا اغتيال. شاهد موقع التواصل، شاهد الفيسبوك. راغي تعرفوا الاغتيال ما عمرك راه كيدخل لك شاهد الفيسبوك، حتى المراه كان حمير اللي ما يعرفوش. ها هو قال لك شاهد الفيسبوك زيد. هذا اغتيال افتراضي، تعرفوا الاغتيال ما عمرك راه كيدخل لك شاهد الفيسبوك، حتى المراه كان حمير اللي ما يعرفوش اصلا واش معناتها شهيد. عادي يقولوا على مصطفى بوني في شهيد الفيسبوك. راه كيضحكوا عليك الحمار. حيت نتوما اللي ركلو بغل عندكم كتردوه الشهير، اللي ركلو بغل كتردوه الشهير، فما بالك بك نتايا اللي بغل اصلا. شي واحد ركلو بغل عندكم كيولي سميتو شهيد، انت اصلا بغل. راه كيجيو مغاربه يضحكوا عليك، ماشي كيكبروا لك البعره زعما راك شهيد، كيضحكوا عليك الحمار. مان لازم تكون لازم نكونوا جبتها، لازم نكونوا واضحين وعارفين واش كاين واش ما كانش، لازم نكونوا عارفين. ماهيش امور سهله. انا ثاني عندي شكون اللي ما عندوش احلام وطموحات؟ لا انا ما عنديش احلامي وما عنديش طموحات، عندي احلامي. في كيفاش احلام وطموحات؟ بونيف عنده احلام وطموحات. في عمركم شفتوا كيدار عنده احلام وطموحات؟ احلام وطموحات كتكون عند البشر. انت عايش في زريبه كترعى كتاكل شارب ناعس كتمشي تكعى صافي. دي طموحاتي ومازالني صغير، انا مازالني ماذا بيا نزيد اشياء. مازال صغير، مازال صغب الخوخ، مازال حسنان الحليب في 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 السي في نتاعي، وماذا بيا انا العائله نتاعي نزيد نسعدها اكثر وماذا بيا. صحتوا في بالكم ملي دخلت المعركه تاع المروك هذه غلقت على نفسي الكثير من الابواب، لانني اخترت انني انا وهذاك اللي لبس التونيت كومبا راح يحارب كيف كيف. هو واللي راح يحارب كيف كيف زيد. معليش سمحوا لي ندير هذه المقارنه، ممكن البعض ما يتقبلهاش، بصح اقعد في راسك وتخمم تخمم تلقاها. لا لا كاينه منها المقارنه، كاينه منها المقارنه. انت تنوض صباح نرجس في راه عثمان توحشته. عثمان ما مساليش كيوجد لكم مفاجأة، مشغول عثمان غادي للريف وانت بقى تفرج تما، كنت كبس. عثمان راه غادي للريف انت غيدير لكم اللايف من تماك وانت كبس. تلقى صنايبي وتلقى سليمي وتلقى ابو الروس وتلقى يا الله، بلاد ما فيهاش شهداء، بلاد ما فيهاش كذا، بلاد كذا يشوه لك في التاريخ نتاعك. انت شوف الريف غير في اللايفات، بارك عليك فهمتي؟ شوف الريف في اللايفات، دير كوكو. اكون يشوه لك في السمعه نتاعك، بعد انت تبدا تقدم خطوه وتوخر خطوه، تغيظك بلادك من جهه تقول يا ودي كيفاش كيفاش. نسكت نسكت، يقول لك سير جمع جيب شهداء، سير جيب جمع جيب شهداء نتاعك. مانيش عارف واخا سير جيب جماجم الشهداء، سير كذا سير كذا. امتى شكون اللي بدا؟ لا باقي عاد جاي، عاد جاي نعناع، باقي ما عاد جاي المغرب. شكون بدا؟ عندهم لو 17 كاين شي، وكاين شي حاجه في الرباط ان شاء الله لو 17 فوالا. دونك هما اللي بداو، هما اللي بداو بسب الاعراض، هما اللي بداو بهذا الشيء هذا بالكذوب بالتحريض بالتحريف. واش حنا اللي بدينا؟ اوكي نحيدو من طاطا علجيه، ندوزو لاخر فيديو باش نختمو هذا اللايف ان شاء الله. صافي بركه علينا، لان الفيديو ديال طاطا علجيه باقي طويل.